حياك. سلام. هل مواقع التواصل الاجتماعي تأثر على الشاعر وعلى الشعر ولا ما لها تأثير أبد؟ من ناحية إيش؟ من ناحية قلته مثلاً بالقصائد وانشغاله بالسوشيال ميديا بعيد عن الشعر، ولا تقوي وتعزز؟ والله شوف، في بعض الشعراء تقوي وتعزز وفي بعض الشعراء لا. أنت بالنسبة لك قصدك أني إذا دخلت التواصل الاجتماعي إيه إذا دخلت بقلل في الشعر، هل راح تقل بالشعر ولا أولا بالشعر، أو راح يكون داعم لك ومعزز لك أنك لا تكتب أكثر؟ لا بالعكس، بيكون داعم لي. جميل. طيب كتبت شيء بالثلاث أيام هذه؟ إذا لا معناتها الهك التواصل لا سمعني. كتبت سمعنا سني ما نبحى والله كامل بعطيك منها بيتين. عطنا بيتين. يقول عسى من شاع في قلبي من أقصاه لين أدناه. السلام. عسى من شاع في قلبي من أقصاه لين أدناه يواصل حبيبي مشفق الوجهه وصوته، يا وجدي على يا وجدي عليه يا وجدي عليه ويا وجودي على لقياه، يا وجدي عليه ويا وجودي على لقياه، ما ادري ايش قلت تغانم وجوده قبل ما يقفي بموته. سلام. بس انا اشوف الحماس عندك اليوم ماشي سيف، ما هو مثل الحلقات اللي راحت. شو السالفه؟ لحقنا ظروف اليوم الصبح. بالله؟ اي والله. كان مسلينك الشباب. كان عندنا شغل وكذا، خلى على الله. بس النظارة حلوة يا سيا. من جمالك ومن ذوقك يا ابو فريد. أبو.